الله وبركاته. كيكو شباب، معكم علي جابر برو. واليوم رح نلعب البحث على السنفر مرة تانية. واليوم طبعا هالحلقة رح ننزل كيفينج. اوكي نظبطها وبرجع لكم. اوكي يا جماعة، طبعا اليوم طبعا نحن عايشين هلا بهالمنطقة. قولوا لي بكرة بالحلقة الجاية ابني بات او لا. واللي بيسأل عن القرية، ايوه طبعا يب هيا قريب على مثل ما هي. وشو اسمه، واخر مرة وصلنا لهالنقطة، واليوم رح ننزل كيفينج. طبعا ايش رح نحتاجها هي، ورح ناخد هذا السبيشس تو، لانه بتوقع نص الناس ما بتعرف شو هو السبيشس تو. وشو اسمه، رح ناخد خشب، ماي بيك اكس اوريدي مجهز. شو اسمه، رحت او استكشفت يعني وخدت شوية ايرون القرية. هو شو اسمه، شو عبدنا بلوكات كات الصنفلاور ما بدي اياها. وشو عبدنا هو اصحنا ما عندي الشموع. اوكي نصنع فرن، نروح نكسر شجر. وشو اسمه، نجيب شوية شموع لأنه ما طلعش معايا ناس يعني. اوكي طبعا هلا بجمع خشب وحوله لفحم وبرجع لكم. اوكي طبعا جمعت 34 قطعة خشب، وهلا لنروح نحوله لفحم. معي خشب اوريدي، تعرف شو، حط الخشب هون. يلا يحول فحم وبرجع لكم. طبعا هلا خص صناعة الفحم، يلا لنبلش. هلا بدنا اول شي ستكس ونعمل هلا تقريبا هالقد منيح. نخلي بقية بحضرن شوي قبل نعمل شي، ويلا لنذهب. ويطلفخ مين يدرس الخنزير بحال بدي شو اسمه اكل لحمة يخلص معي في الطريق. يلا الى الكهف. طبعا هالكهف اني تحت، فهي رح ننزله اليوم. يلا اي عم بقول اي على لعبك فيها، الله اعلم. يلا طبعا هون الكهف رح نلاقيه. وشو اسمه، هي الكهف. يلا نحط هيدا هون. يلا يلا واضح اني اويد ماينكرافت صاير. يلا بدنا نلاقي ايرون، واذا لقينا دايموند بنلاقي لابس نستفيد منه من التطويرات معنا. وهيدا ها زومبي فيلجر. هلا شوف كم مرة رح نموت بهالفيديو. ايرون الحمد لله. ايرون طبعا بدنا تقريبا كتير ايرون مش بس شوي، يعني اذا لقينا دايموند. اوكي دايموند او ماي جاد شو هالمطرح. هاي هربنا هلا. نجيب البيت يلا نروح على السبيشيس تو. عندي لاج، ماني عارف ليه عندي لاج. سوري انه ما اتصلت، لانه الساعة تقريبا 6 الصباح. وش اسمه
بسجل فيديو. اوكي بعد ايرون، اي عند فم لا بحط الهيدا على الايرون، وما عليكم بالاصوات الخارجية. و ريدستون، شو بدي فيها ريدستون؟ شو حاخده عشان لاقي هون دايموند هارد ايرون. وين كسر البيكابس؟ لا فحم، هذا بالفحم. يلا كوبر، كوبر شو بدي فيها كوبر منه؟ كان حليب قاعد باللافا. طبعا هو الريفين كتير كبير، ماني عارف. لا ارتفاع خمسة جولد، انا جولد ناخد الجولد، بركي نصنع فيه جولدن ابل وهيك اشياء. اوكي لك اللاج، اللاج وشو اسمه. بعدين هلا احنا هون عم نعمل ال اوكي اي انا ما عندي مشكلة، يا ملقلك انا يا انه هو هيك. خلص الريفين، يلا نرجع على اتراجنا الى عند وراء. لا تسمع شو بده، ايني ميني ميني مو. ها نروح من هون، لان هاك انا عم تقول عادي تعملني مايننج. يلا كسر كسر، رح تنهض فترة بس وصل لهونيك وبرجع لكم على الطريق. يا جماعة لقيت دايموند، يلا دايموند، الحمد لله دايموند. والهديك القطعة اللي بينت انه لانه انقطع عند النت، يمكن ما بعرف شو صار. واللاكر مكرش على الاخير، يلا خلينا نكف. What the fuck. ويلا يا خي وين صرنا؟ بس عم تحفر لك، حتى بك اكس تاني طرس اعمل ليك. بدي قطعت حتى ارجع اعملها وارجع. فجماعة عنا مسكة صغيرة، وانا ماشي لقيت مي، نزل نشوف شي هون. اذا اطلع حموت، اطلع اطلع. اوكي اي طلعت، محتاج اكفي مشي. طبعا الوقت طويل صار عم بمشي، ان شاء الله الاقي شي منيح. هلا ايه بحفر هيك، يلا بحفر هيك. اوكي طبعا هذا العينو ايرون بعد، بس المصيبة نص ساعة عم بحفر وعم بطلع لفوق و يلا نكفي، يلا نكفي بقى شي انترستنج وبرجع لكم. اوكي يا جماعة طبعا مين وايل، لانه انا باني هلا عم بمشي ونكسر بيك اكس. بس شو اسمه، بس شو اسمه، رح اعمل هلا بيك اكس تاني طبعا. وشو اسمه، رح نعمل هدول الايرون اللي هون. افكر بعد عند اطلع لفوق شوية وشوف اذا بلاقي كهف منيح، او ارجع ادراجي، ارجع ادراجي خلص، لانه لهيئة هون في الشي. اوكي هلا اصنع هلا بيك الايرون اللي هون. طبعا كمان رح احكيكم عن هيدي شو اسمه السلسلة الجديدة اللي رح تيجي على القناة. هي مثل لبنان كرافت، بس شو اسمه
مش تقريبا كتير يعني، مثل ماين كرافت الموسم الأول تقريبا، ويعني هي مثل ماين كرافت الموسم الأول مش بس تقريبا كتير، وشو اسمه والسلسلة التانية بس تنتهي هالسلسلة إن شاء الله. رح نعمل سلسلة ما في أمل سبويلر، أنا مارق من هون ما تبحت للآرم كفايدة. يلا طبعا اللي بيعرف كيف شو اسمه، اللي بيعرف كيف شو كان اسمه، كيف يحط مود الخريطة لأنه من ممكن يفيد. يعني انتوا تشوفوا مثلا اشخاص كتير مثل مصطفى جيم اوفر، منتظر الضاوي، و وات يعني مرقت من حدهم انا وما انتبهت لهم كفايدة. اوكي 17 اكس بي ليتس جو، يلا خلينا نمشي. اوكي ما بدي ريد ستون مثل ما قلت لكم، بدنا بس دايموند وايرون كتير، لانه الايرون رح نصنع منه ادوات واشياء و هيك يعني. وما عليكم من الأصوات الخارجية. اوكي هلا رجعنا لهون. اوكي نطلع شوي وفي يوريا لحظة، نحن مشينا لهون هيدا الريبين، فبنروح على أول الريبين شو هيك و ولا بكره البيتروت، أكل موجود من كارت والبيتروت صراحة. اوكي وما عليكم من الاصوات الخارجيه في او كريب. لحظه انا ما جيتش من هون اول شيء، و يا محمد اوكي ايرون بعد ناخده وبس شوي برجع لكم. اوكي بعتذر على هذا الشيء يا جماعه، بس شو اسمه ولا شيء، خلص سلامتكم. اوكي في الشيء هون نروح على طريق الحيضات سبايدر، شفناك عامل حاله لما شافنا هيك بتقول شو وشو اسمه، بس شوي ليك هيدا اللي اتنين بوث شوتس واقف هونيكا. اوكي نزوب الاختبارات. اوكي والله كهف كتير كبير، لما رقتش انا من هون اول شي. انت ما توقعت اوكي هون ايرون بعد، الحمد لله عم لاقي ايرون معي 25. بدك تكسر ايرون بس شوي علي، وشو اسمه والله فين منيح ايرون احسن من الدايموند. وشو اسمه يعني هالسلسلة الجديدة ما راح تكون بس يعني انتو بتقولوا لي شغلة واني لازم اعملها لهالسلسلة اللي راح تنزل مثل لبنان كرافت، اللي هي راح يكون اسمها شي تاني غير لبنان كرافت، شي تاني هي راح تكون عبارة عن يعني حلقات. واو يعني عبارة عن حلقات سلسلة اوريجينال هاي نو شوي. اوكي بعد ايرون اوكي والله ايرون منيح عم لاقي، بس ما عم لاقي شي تاني غير ايرون، يعني عم لاقي كوبر بس كوبر مثل ما كلنا بنعرف زبالة. خلص صرخة يا علي. معقولة هالصيد هيك يعني من اللي هي فالبو كتير ايرون؟ طبعا يمكن من نهاية الفيديو اعطيكم السيد اللي بلعب على انا، يعني هو السيد لبوكيت اديشن مش للجافا او لل education اديشن،
وشو اسمه طبعا البادروك اديشن طبعا هو لكل التلفونات و لكل ال اديشنز غير البي سي. كرتون دايموند اقسم بالله فكرتهم. اوكي شوي وصلنا نفتح هوني كده طبعا. طبعا هون يا جماعه شغله تحت تحت الماينس يعني نيجاتيف تف يعني تحت اما ما في شيء بيكون تحت بيكون بس هيك فحم ولافا بدر. اوكي نطلع فوق شويه يلا نطلع زومبي بده يقتلني لحظه معي لحظه يا جماعه طلع. جولد انا بعد جولد شو اسمه هلا اذا لقينا بعد شوية ايرون وبنطلع من الكهف لانه اوكي في الشنشن نطلع من هون وطبعا ايرون بعد في ايرون ان شاء الله حلقة تانية يعني ان شاء الله شي حلقة بعد هيدي اللي رح تنزل يعني بعد هيدي رح نعملها كيفينج مرة تانية لانه هيك جاي عبالي اللي كيفينج بعد بس مطرح غير مش هون لانه نطلع لفوق عشان نجمع الايرونات اللي راحوا علينا وهي اوكي هلا اربلاي حاول شلونك عن الشاوط بسم الله اول موتي في هالتا الفيديو يلا اوكي طبعا رجعنا كتير اشياء اوكي انا اعمل صندوق تاني وشوف الاشياء اللي جبتها معيش خشب هلا خلاص يلا طبعا بالحلقة الجاية ان شاء الله بدنا نروح نلاقي بحر ونحاول يعني نلاقي الوارم اوشن ونحدد مطرحه ونكتب السي ونكتب مطرح اللوكيشن تاعه وشو نعمل نروح نحاول بالحلقة يعني بعد البعد الجاية نحاول نلاقي بيضة السنيفر هو هدف السلسلة ما بعرف اذا رح تكون السلسلة يمكن حلقتين بعد هيدي او ثلاث حلقات بعد هيدي ما بعرف رفقة بس نلاقي بايدة السنفر ويفقص كل شي منيح وبتنتهي السلسلة هيك وبس لهون وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله تكون عجبكم ان شاء الله تحطولنا لايك واشتركوا في القناة وبس مع السلامة باي باي.